Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. Je suis Monsieur Nebsamir avec vous. D'abord, je remercie mes élèves. أحب أشكر طلابي وحبايبي اللي نجحوا ربنا وفقهم ولحقوا طب ولحقوا صيدلة كل التوفيق وكل النجاح ليهم. بنصح برضو كل طالب داخل على ثانوية عامة داخل أولى ثانوي أنصحك في اختيار المدرس الصح، المدرس اللي يرفع منك، المدرس اللي يساعدك يجاوب على كل تساؤلاتك، مش المدرس المشهور في السنتر الفلاني أو مش بهاجم المدرس ده، لا، بس شوف المدرس اللي يساعدك اللي يقف جنبك اللي يرد على تساؤلاتك دايما ويكون دايما في اتصال وتواصل معاك. يا ريت كل اللي بيسمع الفيديو ده يكمل الفيديو للاخر لان في كلام جدا هيفيدك. اولا لو انت طالب او خريج او حد هيسافر خارج مصر ومحتاج يتعلم اللغه الفرنسيه، محتاج يتقن اللغه الفرنسيه صح، محتاج يتعلم الاساسيات، يتعلم النطق، كمل الفيديو للاخر واعمل شير واعمل لايك للفيديو عشان غيرك وزمالك يقدروا يستفيدوا. اشوفكم بعد الفصل. السلام عليكم، معكم ميسيو نادي شلتوت، خريج كليه التربيه جامعه حلوان. الحمد لله عندنا طرق كثيره وطرق مختلفه لتعلم اللغه الفرنسيه واساليب وانظمه مختلفه. عندنا انظمه كثيره، منها نظام مثلا الاونلاين. الاونلاين بيتم عندنا في نظام الكورسات او نظام التدريس عامه. نظام الاونلاين بيكون عندي على نظام سبوره زي ما انتم شايفين كده، تمام، بنشتغل عليها مع بعض. بيكون في ملازم، بيكون في ملخصات مشتركه ما بيننا بنحل فيها مع بعض، بيكون في واجبات، بيكون في حفظ، بيتم برضه اونلاين. يعني الاونلاين برضه مش حاجه وحشه ولا حاجه، لا، بيكون في تفاعل نفس التفاعل وانت قاعد في الفصل، تمام. بالاضافه في متابعه مع ولي الامر، بيكون في نتائج ودرجات بتوصل لولي الامر. تاني نظام عندنا وهو نظام الكورسات. نظام الكورسات فيه كورسات تاسيس او كورسات المحادثه الفرنسيه. كورس التاسيس بيتم من الصفر، بنتعلم مع بعض المقاطع الصوتيه، المخارج الصوتيه للحروف، زي بعض المقاطع زي وا، بونسوار، اورفوار، سوار، فوار، ديفوار، بعض الكلمات كتيرة طبعا هندرسها مع بعض. مقطع مثلا زي سيون، انفورماسيون، ناتاسيون، طبعا مقاطع كتيرة في اللغة الفرنسية نتعلمها مع بعض عشان تسهل علينا النطق. نظام كورس المحادثة أو الحوار الفرنسي بيتم فيه حضرتك بتستلم مني ملزمة بيكون فيها أكتر من 300 محادثة ما بين شخص. المحادثة دي من خلالها بنتعلم ازاي ارد على المواقف. برضو طلاب الثانوية العامة لما بتذاكر الملزمة دي بتقدر ترد على اي موقف. ثالث نظام عندنا وهو نظام البرايفت، طبعا كلنا عارفين نظام البرايفت، يعني مفيش اي ولي امر بيدخل مدرس في بيته الا لما يكون عارف المدرس ده هو شغال في المدرسة ولا لا، المدرس ده هل هو الصالح او هو الخريج المؤهل انه يدخل يدرس لابني او بنتي في البيت ولا لا، هل هو الثقة ولا لا؟ طبعا دي بترجع لولي الامر في الاختيار. رابع نظام عندنا وهو نظام المجموعات. نظام المجموعات بيكون في مجموعات برايفت، مجموعات صغيرة في المنازل، أو مجموعات في السنتر. حابب تحجز في مجموعات في السنتر، أقول لك برضه على السنتر اللي أنا بنزل فيها، عاوز تحجز معايا برايفت مجموعات صغيرة بيكون العدد 3 أو 4، برضه ده موجود وده موجود. لك حريه الاختيار في النظام اللي انت عاوزه. اهم شيء عندي انك تتقن تعليم اللغه الفرنسيه، انك ما تحسش باي صعوبه تماما في اللغه الفرنسيه ولا تحت امرك في اي وقت، كلمني في اي وقت عشان اقدر اوصل لك المعلومه الصح. اما بالنسبه لطلاب ثالثه ثانوي ليهم نظام مخصوص معايا، نظام بنتدرب عليه من اول حصه، نظام في الحفظ، نظام في السؤال المقالي، نظام في سؤال السيتواسيون، ازاي بحل سؤال السيتواسيون، ازاي سؤال الجرامير، ازاي اقدر اتعامل مع الامتحان، ازاي اقدر اعتمد على نفسي في نهايه السنه. بيكون في شيت شامل للقواعد، شامل لكل اسئله القواعد ما يقرب من 700 سؤال. في شيت برضو
لسؤال المواقف أكتر من 850 موقف. برضو بالنسبة لسؤال المقالي بعد ما بيكون فيه ملزمة شاملة كل المقالات اللي نقدر نذاكرها ونقدر نحفظها.